إعداده في إعداد البيض المقلى مع الجبنة. مع الجبنة والسمن العربي. والسمن العربي. الترتيب الجميل. أيوة. الآن نقلب السمن و. الجبن على نار هادئة كما ترون. والله نار حارة. إليت بركة إليت هاي عشان طيعية والإعلان عشان نطلع حق الفيديو. أيوة هذه البيض لاحظ أن الآن أنا من الشيف بلال ترونه الآن عنده لياقة عالية في وضع البيض داخل المقلة وهذا يدل على أنه في عنده ممارسة كبيرة في هذا الباع في هذا المجال. نعم الملح وضعت الملح نسيت خفقته مع الملح. نعم هذه أكلة بسيطة. أبو فيصل كم جاي عملناها بمستودع طبعا مشان الريحة والزبائن ما تعرف. صورنا راعي الحفل. راعي الحفل أو السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله بالشباب. نورتم. بلال يونس. نورتم. نعم. أيوة. هذا البيض. أيوة. البيض. وما تسوي الحمصات أبو محمود. حيا الله السنجة.